تطبيق الوزن اي اهم شيء في تضبيط الوزن وش اهم؟ ان الواحد يقتنع وش اسمه رجع. الاقتناع احسن الرياضه النوم النوم رياضه اليمنى والله ما هي اللي تضبط اليمنى المثابره عزيمه عزيمه الممشى خل ياكلون ايش كيف خلهم ياكلون عقاب تعال معايا تعال الجردل هذاك من اول ما جيت يلا معانا الجردل هذا امسك معانا يلا انا مره تشيله بسرعه بسرعه خذ لك واحد منه بسرعه والله قاعد تخرب الشباب الطيب هنا هذا صديق السوء في الدايت يلا شباب يلا معانا ايوه تعال هنا بالله اي هنا تفضل نقدم هنا عند الهواء وخلك هنا امسكه كذا عشان تقول خليه ياكلون لانه هذه بتصير كرشك او الوزن اللي بيصير لما تاكلون وقفن هنا خلي هنا ايوه تعال هنا امسك معلش هذا الترتيب حقنا في المصادقين اللي تخلك عشان ياكلون هذا دائما يقول صديق السوء في الدايت واللي يقول لك خلك تاكل يا شيخ ما خلك زي كذا خلي زي كذا لانه لو ما شال الحين بشيل كرشته الحين خلاص طيب الحين الشباب الاوزان هم وزن زايد تفضلوا يلبسوا هنا الشباب فيصل او تفضل وزع هنا كل واحد واحد يلبس والنحاف وزع لهم واحد واحد كل واحد يلبس على السريع شباب يلا اعطونا موسيقى لا امسك هنا لا 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 ايه هنا ما نمزح هذا الكرش كل واحد يمسك هنا يلا كل واحد يمسك يلا على السريع شباب يبغى كذا موسيقى حماسيه او شيء حماسي معانا يلا لانه احسنت اسمك كريم مره ثانيه هادي الحباب القحطاني وش تقول لهم مره ثانيه اهلا سريع حياك الله الاطراف يلا روح البس معهم قدام يا شباب البس معهم حطوا ايه اصفر ما في بقى اصفر كذا بالحنان تعال عبد الكريم معهم عبد الله خلاص عشان نجامع يلا مع بعض مع انه عبد الكريم وزنه مثالي بس خليك عبد الكريم ايه وزن مثالي جنبي جنبي ما في ازرق كمان ما في ازرق والله طيب يلا تعال عبد الكريم معنا تعال هذا اللي يقول لك سبق نبق ايه صح عليك صح عليك ما في والله أصلاً والله ما في أصلاً يلا الحين حياك الله أهلا وسهلا فيك وزعنا الأوراق بس خلك معهم خلك مع اللي هنا خلنا شوية التوازن هنا عشان ما تكون جاسوس معهم يلا شباب أول شيء أول تمرين بنعمله مع بعض خلاص مو لازم تدخل خلاص هي كذا بس الفريقين يا سلام أحسنتم خلاص براشد حنا نلعب مع دوياتكم ترى جايين هنا بس يا سلام طيب راح نلعب مع بعض أول شيء شباب هنا لعبة شد الحبل تعرفونها طبعا أكيد لعبتوها قبل صح؟ إي يا سلام نشوف هي القوة مو بالكرشة قوة بالعقل يا سلام القوة بالعضل والعضلات خلاص نبغى ثلاث شباب من هنا من أول واحد من اللي بتحدى طيب يلا تعالوا ثلاثة وائل يلا وائل تعالوا يلا مهدي مهدي جنبي تعال مين مهدي وائل ارجع وائل ارجع عبد الله اللي راح فيه الكاميرا لا لا شوي 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 تعال هنا بس شوي هنا معنا طيب نبغى واحد ثالث هنا شباب ثالث هنا لا عبد الكريم بتروح انا زي بالغلط هذا يلا عبد الكريم روح معهم خلي اربع نحيف وثلاثه وزن زايد اربع نحاف يلا مين هنا يجي معاهم روح معهم مهدي روح معهم يلا دقيقه دقيقه شباب دقيقه ارجع شوي ورا لو سمحت ارجع شوي ورا عشان لا احد يطيح ضعيف انا طحت ارجع شوي ورا ورا شوي 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 الكبده الفول عشان الطاوله ابغى واحد رابع معاكم هنا يلا نبغى يجي تفضل خلاص بس ارجع شوي بالله عشان الطاوله لو واحد يطيح يلا قدم هنا شوي قدم هنا قدم هنا يلا هنا راح نشوف مين الدهون الزايده ولا اي اوكي طيب طيب شباب نخلي شوي معي هنا هنا بس عشان الكاميرات تشوفكم لا خلي انتم المره الجايه دقيقه اي استريح هنا شوي جوله ثانيه يلا هاني راس عيونه لا ابغى واحد شوي استريح انت الجوله الثانيه يلا عشان بس قرب هنا هاني قرب هنا عشان الطاوله يلا بنشوف شباب يلا واحد واحد ارجع ورا ارجع وائل ارجع ارجع ورا ارجع ورا شباب يلا يلا واحد لا بسم الله الرحمن الرحيم واحد اثنين ثلاثة انطلق والله ما تفوز ولا عبد الكريم اول شيء فريق يسحب بيد واحد يلا شباب اول فاول نقطه لفريق الوزن الزايد يلا الحين يا شباب شوف راح يصلح يلا نشيل نشيلها يلا خلي شباب مين يساعدني نشيل هذه يلا نشيل هذه يلا على السريع ثلاثه جهزوا لي نفسكم من هنا جدد ثلاثه جدد ثلاثه جدد اسحبوها برا اللوكيشن لو سمحتوا ثلاثه من هنا جدد ما شفناهم قبل شوي وثلاثه من الوزن الزايد يلا تعال تفضل يلا شباب ثلاثة من حاف هنا وين؟ يلا
مين ما شارك معاكم؟ شاركتوا لما شاركتوا شوي؟ تعال شارك يلا خالد يلا. ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا. شباب هذه النقطة الحماسية. مين الثالث معاكم؟ يلا الثالث يلا. واحد اثنين خلاص اللي نحاف يقولوا نحافة والشمال يقولوا يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق. يلا اصبر 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 كاميرا كاميرا انتبه كاميرا. شباب يلا بسرعة واحدة. يا سلام يا سلام خلاص يا سلام أحسنتم. يا شباب هنا وزن نحيف خلاص شباب يلا سريحوا. عبد الكريم تحتاج؟ اللي قاعد تحتاج قبل شوي على ال لا ما احتاج اقول انا احتاج ايه تحتاج يلا تحتاج سعرات حيوية حياكم الله. اول شيء يلا يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه. اول شيء خلينا نقول انه القوه مش بالسمنه ولا بالنحافه العضل او بالعضل والعقل. اول مرحله شفنا اخواننا بالازرق كذا ما شاء الله فازوا. ثاني مرحله وش اللي صار؟ احسنت طيب طبيعي. هذه وش نقولها؟ انا عدو الجلوس. اللي بيجلس كثير ما راح يحرق سعرات حراريه. هذا واحد. اثنين خليني اشرب مويه. خذ راحتك.